تحيه للمنبر ديالكم الحر. فهاد الظاهره ديال المختلين عقليا هي واحد الظاهره المتفشيه بشكل كبير في البلاد كلها، وخصوصا في المجالات الحضاريه اللي كيكون فيها التجمعات السكانيه، وهذه بحال الدار البيضاء، بحال اكادير، بحال مراكش، بحال واحد العدد من المدن اللي كتكون فيها الرواج والى غير ذلك والتجمعات السكنيه. هاد المختلين عقليا راه كيشكلوا صاحبي خطر على المواطنين وعلى السكان، راه كيشكلوا خطر على السلامه ديال الناس. راه شفنا شحال من مختل عقليا اللي قتل، وشحال من مختل عقليا اللي حرق دارهم وحرق الدرب ودار شي حوايج اللي هي خطيره جدا. وكنشوفوا للاسف الشديد ان بعض الاسر اللي كتخلى على وليدات المختلين عقليا نظرا للظروف الاجتماعيه ديالها، او نظرا لان هذيك الاسره كتكون شويه راقيه وما كترضاش امام الناس امام العائله وداك الشيء، وكدي هذاك الولد شي مدينه ولا شي قرينه وكتلوحوا. وهاد الظاهره هذه بغينا يعني المسؤولين والسلطات بصفه عامه يعني في المغرب والدار البيضاء هذا انها تبذل واحد بجهود كبير باش هاد المختلين ما يبقاوش في الشوارع، ما يبقاوش في الزناقي. راه عيب وعار ان هاد المختل انسانيا وحقوقيا خاصو يكون في واحد الملجا ولا في واحد المأوى باش يتعالج وباش يتنظف وباش ياكل ويشرب وباش يلبس وباش يحظى بالمواكبه والتتبع ويلقى فين ينعس، ما يكونش في الشارع العام. يعني جوج الحويجات، اولا كنجنيو عليه هو وكنزيدو نحتقروه كمريض، ثانيا كنعرضوا السلامه ديال الناس وديال المواطنين وديال السكينه وديال الاحياء للخطر. حنا شفنا واحد التجارب ديال المراكز الصحيه في هذا الباب، منها المركز الصحي اللي كاين في المستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، هذيك واحد التجربه فريده. وكنا طالبنا باش مثل هذه المراكز هذو يتعموا في جميع العمالات ديال الدار البيضاء وديال المغرب، كل عماله في المغرب تكون عندها مركز ديال الايواء وديال العلاج ديال المختلين عقليا ونفسيا. يعني المساله هذه داو تكون خراط ديال الجماعات المحليه والجماعات الترابيه تنخرط وتبني، وزاره الصحه تجيب الاطور ديالها اللي هما مكونين واللي هما مدربين الى غير ذلك. حنا هاد الحويجات كنقترحوهم، هذا هو الدور ديالنا كفعاليات المدنيه وكفعاليات حقوقيه، ان نعطيو اقتراحات ونعطيو حلول ونعطيو بدائل، نقول الدوله اش دير. يعني على مستعيد كل جماعه كل عماله يكون مركز ديال المختلين عقليا، ويعني حيت العماله مثلا المختلين عقليا كيكونوا قلال، وبالتالي هذاك المركز كيغلب على هذاك العدد، وبالتالي كنكونوا نفسنا على بعض المراكز اللي كتعاني من الضغط. مثلا المركز ديال تيطم الليل كيقول كاين الضغط، وكنسمعوا مؤخرا ان هذاك المركز مثلا ديال الامراض النفسيه هو كيخلي المرضى النفسيين يهربوا. هذيك راه شي شائعه فهمتي. وبعض المرات سمعنا مراكز انها كدير المتخلين العقليين انها كتحطهم في الدروب وكتحطهم في الشوارع، وهي راه للاسف الشديد وراه كيهزوهم وكيفرقوهم على بعض الاحياء، كيهزوهم من المراكز ديال المأوى والمراكز ديال هذا ديال العلاج وكيفرقوهم على بعض الاحياء. كاينين شي وحدين اللي كيديو من مدن اخرى وتيفرقوهم على المدن الصغرى. علاش هذا الشيء؟ هذا الشيء كيدار باش يخوو البلايص، لان كيكون فيه تخربيق، كيكون فيه البيع والشراء. الناس اللي هما عائلات شويه واصله لواحد النيفو وعند الامكانيات خاص بلاصه وليداتها تلقاهم، اما الاسر الفقيره اللي ما عندها ما غتعطي راه خصهم يخرجوا للشارع، يعني خصهم يخرجوا يتكرفصوا على المواطنين في الشارع العام. وبالتالي حنا كنطالبوا من المسؤولين يتدخلوا بقوه، وزاره الصحه تلعب الدور ديالها في البناء وتشييد المراكز وتوجد اطور لهذا، المؤسسات المنتخبه مجلس المدينه مجلس الجهه مجلس العماله الى غير ذلك من المؤسسات المقاطعات كلهم يخدموا باش يديروا مراكز ديال الايواء ديال هاد الوليدات هادو وهاد البنيات هادو. الغريب في الامر راه كتلقى صاحبي وليدات صغار والله العظيم في الشوارع يعني مختلين عقليا ومتشردين، كتلقى بنيات، راه كتلقى بنيات اصاحبي اللي كيتعرضوا للاغتصاب، راه كاين واحد البنت نموذج ما غاديش نحدد المنطقه راه حملت ثلاثه المرات، مره ولدت جوج مرات داوا داروا لها الكورطاج، وراه باقا ديعه في الشارع كيديوها مره كيديوا هذوك الشماكريه من اللي كيتقرقبوا هذاك الشيء كيديوها للخلا. وهذه عاره على من؟ هذه مسؤوليه الدوله، مسؤوليه السلطات. بحال دابا بالنسبه للدار البيضاء كناشدوا حنا الوالي ديال الدار البيضاء،
سي مهيدي الله يجازيه بخير كيتحرك تيخدم هذا يعني واحد الاوراش اللي كانت متعثره هي الحمد لله غاده وداك الشيء، ولكن حنا كناجدوه باش يشوف هاد المختلين عقليا ويدير لهم حلول. والاقتراح ديالنا هو على مستوى كل العمالة يكون مركز ديال الايواء وديال العلاج ديال هاد الامراض النفسيه. حاجه اخرى ان العلاج مكلف، يعني كتلقى دابا واحد الاسره فقيره عندها ولدها مختل عقليا، كي غدير ليه العلاج مكلف؟ الا بغات تمشي للمصحه ديال العلاج ديال هادشي ديال الادمان وهذا راه خصها واحد 1000 درهم في الليله. منين جاتها؟ هاد الناس راه كاين اللي ما عندوش حتى باش يتعشى، وبالتالي ملي كتمشي للمراكز ديال الدوله كيقول لها عامره. حنا تواصلنا مع السلطات مثلا غير هنا في سيدي مومن واحد العدد ديال رؤساء الملحقات وهذا ولا الامن الوطني وهذا اللي كيديروا واحد ليكري، كيديروا واحد ليكري وكيوجهوا هذاك المريض المركز مثلا ديال 36 هذا اللي كاين في المركز الاستشفائي ديال الدار البيضاء ولا في المراكز اخرى، كتجي الطبيبه او الطبيب كيكتب وراه هذاك التوجيه باط بلاص، بمعنى ما كايناش البلاصه. ايوا هذا المريض هذا وهذا المختل عقليا اش غنديو للدار؟ فين غنحطوه؟ نلوحوا للشريع؟ راه الدوله مفروض عليها، المؤسسات ديالها مفروض عليها ان تشد هاد الناس وتعالجهم وتهتم بهم، وملي تعالجوا يعني ورجعوا كما كنقولوا الحاله الطبيعيه ديالهم ما فيها باس يجيو لديورهم، ولكن تبقى المواكبه ويبقى التتبع وتبقى هذيك الوحده الصحيه عندها ارتباط بهذيك الاسره كتسول على ذاك الوليد، ومره مره يرجع شهر شهرين يرجع يشوف الطبيب تما ويشوف الحاله ديالو واش تحسنات ولا لا. وهذا يعني التالي راه خاص الكرامه ديال المواطن اصاحبي، راه كنتكلموا على الكرامه ديال المواطن، راه الكرامه ديال المواطن في الحضيض عندنا في بلادنا باش نكونوا واقعيين. كاين مجهودات ديال بعض الجهات ولكن جهات اخرى ما كيهمها يعني الا شي حوايج اخرى ولا شي مصالح خاصه وهذا. اما باش ننظروا لهذه البيئه المسكينه اللي كتعاني الامرين بصمت راه ما كننظروش ليها، وبالتالي من خلال المنبر ديالكم الحر حنا كنعاودوا نوجهوا نداء للمسؤولين في البلاد للحكومه رئيس الحكومه القطاعات المعنيه منها القطاع ديال 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 الصحه منها الحمايه الاجتماعيه هذيك الاسره والحمايه الاجتماعيه وهذا راه الدور ديالها بالدرجه الاولى هذا، ويكون تنسيق ما بين هذه الوزارات هذو ويخلقوا مراكز ويعالجوا الوليدات ويعالجوا البنيات ويحيدوهم من الشارع العام ويحيدوهم من هذاك الشكل خطر على المواطنين اصاحبي. راه شفنا مؤخرا جريمه القتل اللي كانت في اسفي، راه واحد العدد ديال المدن كنشوفوا الجرائم يوميا هذا، وكاين شي جرائم اللي ما كيدوزوش في الاعلام، كاين اللي الله يستر حرق بحال، كاين اللي حرق دار، كاين اللي كيضرب بالحجر، راه شفنا واحد العدد الناس اللي ضربت راه هذا، وتالين غادي نبقاو غاديين في هذا الشيء. هذا راه يعني بالنسبه لنا احنا كهيئه حقوقيه كمنتدى وطني لحريه حقوق الانسان كنستنكروا وتندوا الصمت الرهيب ديال المسؤولين تجاه هذه الفئه هذه ديال المختلين عقليا وديال الامراض نسانيا. وراه ملي كنبغيو نمشيو نديو شي مريض راه كنعانيو. حنا كهيئه حقوقيه بتعاون مع السلطات المحليه ملي كنبغيو نديهم شي مركز ديال الايواء راه خاصك تطلب وخاصك تعورط وخاصك تدخلات وخاصك باش تدخل واحد المواطن مغربي مريض نفسانيا ومختل عقليا باش يتعالج باش ما يشكلش خطر على المواطنين وعلى وليدات هذوك المسؤولين وعلى بنيات هذوك المسؤولين. راه حنا كنتكلموا حنا كنضحيو من اجل الجميع، راه ماشي من اجلنا حنا ولا من اجل هذيك الاسره ولا من اجل هذاك الوليد، راه حنا كنضحيو من اجل الجميع. راه هذاك المسؤول او هذيك المسؤوله راه يمكن هذاك المختل عقليا يضرب لها بنتها، فهمتيني؟ هذاك المسؤول الى تهاون راه يمكن هذاك المختل عقليا في شي فروج معين في شي طريق معينه يضرب ليه ولده ولا بنته ولا هذا ويكون ضحيه ديالها. وبالتالي خاصنا ندافروا الجهود ديالنا جميع، الدور ديالنا كمجتمع مدني هو التحسيس هو التوعيه هو التاطير هو القرب من المواطن، هو اننا نبلغوا لهذا الشيء ونرفعوا الصوت ديالنا عاليا ونستنكروا المظاهر اللي خصها تستنكر. الدور ديال الاحزاب السياسيه ما الدور ديالها؟ اللي كتاخذ الملاير، الدور ديالها تقرب اصاحبي من الناس ودير التاطير ودير التوعيه ودير التحسيس هذا، وتشوف ودير اللجان ديال الشباب واللجان ديال المراه، المراه تخدم مع المختلين عقليا ديال المراه، والشباب يخدموا مع الدراري اللي هما مراد باش يديهم المراكز ديال الايواء يديهم. هاد الناس كياخذوا الملاير اصاحبي، الملاير كياخذوهم الدوله، هاد الاحزاب هذا شنو الدور ديالها؟ هاد كما كنقولوا حنا هاد الحكومه هادي فين هي كما كنقولوا حنا هذيك الخطط الوطنيه؟
هذيك الخطه الوطنيه مثلا اللي اللي حاربوا بها الظاهره وباش يعالجوا هاد الناس. السياسات العموميه العوجة فلوس صحيحه كتخسر صاحبي، والوليدات ضايعين في الشوارع فلوس يعني الملار كتخسر، والمسطين في الشوارع اللهم انا هذا منكر. اش كيديروا هاد الناس في هاد البلاد؟ اش كيديروا؟ اش كيديروا صاحبي؟ يلا مؤخرا كتكلموا على المخدرات، تكلموا على البنيه اللي مات السيدي موسى المجدوب. شكون اللي باغي يقابل هاد الناس مساكن؟ شكون اللي قال بنيه في مقتبل العمر وماتوا السيدي موسى المجدوب دابا بهذاك المشكل ديال 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 البوفا؟ ها حنا كنتكلموا على مختلين عقليا كيموتوا في الشوارع، كيموتوا مساكن من خلاجيط لوطوروت. شكون شاف بهم في الدار البيضاء كلها، في اكادير، مراكش، واحد العدد من البلايص المزيانه اللي كيجيو ليها السياح واللي فيها الناس الراقيين كيحيدوا منهم مختلين عقليين وكيديهم مناطق اخرى هشه وتيلوحوهم. على مال هادو ناس وهذوك ناس اخرين؟ اللهم انا ضام الكر. وبالتالي كنشكركم كمنبر حر اعلامي حر على المواكبه ديالكم، انكم كتنقلوا المشاكل ديال المجتمع، وحنا راه كنرفعوا الصوت وكنديروا داك الشيء اللي علينا. واللهم انا ضام الكر، اللهم انا ضام الكر. حنا ما نسمحوش للمسؤولين اللي في يديهم الشغل واللي عندهم الميزانيات واللي عندهم الامكانيات واللي خصهم يقوموا بالواجب ديالهم وما تيقوموش به. ايضا كنشهدوا وكنوهوا بمسؤولين اخرين اللي كنعرفوهم اللي بادلين مجهودات، ولكن اليد الواحده لا تسبق.